السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بفضل ربنا أكبر تشكيلة من الأجهزة الجيمنج بفضل ربنا هتلاقيها عندنا. أكبر تشكيلة من أجهزة الاستيراد فرز أول يا جماعة جيمنج بمعنى كلمة جيمنج. شركة شمس لخدمات الكمبيوتر عندها أجهزة تشكيلة مش موجودة عند حد تاني. هنقول لك مواصفاتها دلوقتي. بسم الله الرحمن الرحيم. هنبتدي بالام اس اي اجهزه جيمنج فرز اول بحاله الزيرو. المواصفات بتاعتها الكور اي 7 الجيل الثامن، برامات 32 جيجا دي رام 4، هارد 512، كارت فيجا جي تي اكس 1070، بيبقى 8 جيجا وبيعلى مع الرامات زي ما انتم عارفين. ده اول عرض معانا. العرض الثاني الريزر 15 برضه كور اي 7 الجيل الثامن 8750 اتش، برامات 16 جيجا، هارد 512، كارت فيجا الجي دي اكس 1070، بيبقى 8 جيجا وبيعلى مع الرامات زي ما انتم عارفين. العرض الثالث معانا الرايزون 14، بيبقى كور اي 7 الجيل السابع 7700 اتش، برامات 16 جيجا، هارد 512، وفيجا 6 جيجا، جي تي اكس 1060، بيبقى 6 جيجا. العرض الاخير بقى معانا عرض جبار شويه، بلاش نتكلم في الاتش بي، نتكلم في الاسوس. الاسوس كيو اف ال 505 ال 95 وال 85 يا جماعه، في منه الكور اي 7 الجيل التاسع الجيل الثامن. الكور اي 7 الجيل الثامن 8750، برامات 16، هارد 512، فيجا جي تي اكس 1050، وبرده جهاز جيمنج. العرض الثاني الاخير بقى معانا في الاسوس كيو اف برده اجهزه استيراد فرز اول جيمنج. الكور اي 7 الجيل التاسع 9750 اتش، برامات 16 جيجا، هارد 512، فيجا جي تي اكس ب 1650 ل 4 جيجا. الاجهزه كلها يا جماعه استيراد فرز اول بحاله الزيرو. عاملين عرض جبار 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 في الاجهزه الجيمنج. في منها الديل جي 7، في منها الديل جي 3، في منها الجيل العاشر، في منها الجيل 11 كمان. الاجهزه كلها استيراد فرز اول. ابعت لي بس على الواتس، قول لي انت محتاج انهي جهاز فيهم وهقول لك افضل سعر بفضل ربنا. الاجهزه كلها حاله الزيرو، واكبر تشكيله في الجيمنج بفضل ربنا هتلاقيها عندنا. انت اطلب واحنا ننفذ. والسلام عليكم ورحمه الله.